بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، يا أرحم الراحمين. خوشك براين هجا سلافي خوديلوا هفيدارم قوين تندرستيكي باش دبن تخوشيك دبن خود تعالى وببارزيش حم مصيبات وحمنا خوشي وبلاء إن شاء الله ونبخير خوشي جهاتن أم بدرسة كانوا أم بخلاكة كانوا جبان خلاكن قو روجة شامية أم دوشينن قو أم برسفا ترسي وددن وام دسپیک دی جی دا خوازاله بورینه دکن وک وان روجم گو در باس دبه گو مخابن ام نکارن بر سوا همه پرسه وجی بدن یعنی جبر گو وقت گو ماش خوره تحدید کریه گو 45 دقنه ام تجاوزا وینا نکن ف دوان 45 دقه د جی گلکی زحمتی چد به گو ام کاربن بر سوا همه پرسا بدن فش دسپیک و دی جی ام دا خوازاله بورینه دکم هذي دارم قوون برايا خو عفو بكن إن شاء الله لدى عيني وقت دا أم هول ددن قو أم يعني إيقو أم كاربن برسفا وان ددن دلايفي دا بشتراجي نيفسكي أم الوان ترساد وقرن وأم هول ددن قو يعني أقر تشتكي قو عجلة بي تشتكي قو قرنق بي أم برسفا خوداني ترسي بدن قو كاربي بيقه ترساخوا برسفا خوا خودي تعالى توفيقا موحا مكاجي بدي إن شاء الله وخلي تعالى خير وباشية بخيفان خلقا دا أذيقو أمد وشينن دوقفة شيخ شهيدا دا شيخ معشوق خزنوي يا زانستيا إسلامي إحياء تي في دا دس بيك دا جي راستي باري قوون ترسي خوجي بكن وزيل بندا ترسي وجي ببمسر سراسر چعفا لي راستي من ميزكر قو ترسي قلكي دوباره بو يعني دوان يعني روجن گو در باس بود وان خلک گو امد وشینن پرسک گلکی ولو بالکیش در باس دبی یعنی تعبیر که دکی هسته که دی دیار کرن گو مصیبتک دناف جواک دهیا مشکلک دناف جواتک ده جوات دهیا پرسا گو هاتا کرنجی راستی گو گلکی تکرار دکر گو گرک امسر وی بآخفن مسلا وی گرامبونا مهر کچا اف گرامبونا مهرا یان قلنا نختا هر یکی الگوری و اون دیالکت خوشب کارتینن افنا دیاره گو بوا نیشانا مصیبته که نیشانا مشکله که نیشانا پرزگری که دناف جواته ده حتا گو یعنی برنگ کی گله کی نطابعی او پرز جمدهاته کرن و او دا خوازی جی جمدهاته کرن گو ام لسر و مسئله جی گرک ام بآخفن گو ام كاربن دنگكي ام بگهن يعني جواكا خوا بگهن دوستو حوالي خوا گو كاربن معالجا وي مشكلة ها بكن وي پزگريكا ها بكن دس بيكا دي خوشي خوش كبراين هجا وقو اندزانن يعني زواج حكمتا كش حكمت خود تعالى خود تعالى خالق هر تشتيجي دوي كوني دا خود تعالى كاريبو بكن فيكون گو 7-8 مليار انسان دوی دنیای ها دا کوم بکی ده کن فا یکون ده لحظه که ده 8 مليار 10 مليار دوی دنیای ده هبن ده کن فا یکون ده کمی لحظات نکمی اجزاء من الثانیه او 7-8 مليار ویل وی کونی هانا جیان کربا لی حکمتا خود تعالی جی او بو گو افزی ده بونا خلکی دوی کونی ده دریا علاقتا که فيروز ده بدنا بين جنو ميركي ده دريا علاقتك شرعي ده بدنا بين كتشو وخورتك ده
حكمتها خدي تعالى بو وجبروية كي آياتها قرآنها بيروز جمرة دي ديار كرين حكمتها خدي تعالى أوادريا ويتي كليا دنا بين جن وميردة بخداي ما القرآن أخوي بيروز دبيجي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جنفسا وأزواج وجنو ميرايها تيخل قاندن لتسكنوا إليها قون تيدا لفرا بجهف دورا ونببنا رحتي لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ودنا بين ودجي حزكرين دنا بين وجي حرمات دنا بين ودجي ريسبكت جهاتية دانين جبو خاطري قو أفجيان بر دوام بي جبر فيه كيجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام بري خد دا جينجا دقوت يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج قالي جينجا قالي خورتا أو كسي قو إمكاني وينا هبي قو كاربي الزواج بك إمكاناتي وين مادي إمكاناتي وين معنوي إمكاناتي وين فيزيكي أو إنسان قو إمكاناتي هي بير هبن بر زواج بك جبر قو زواج سنتك بيخنبر عليه الصلاة والسلام دعين وقت دا حديثة مباركة دا قسي صحابي هاتنا مالا بيخنبر عليه الصلاة والسلام خوستنا فين بكن كا يعني عبادتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام بچرنجية بشفو روجا ويدش بو خاطري قو أوجي دخوازن قو وكا بيخنبر عليه الصلاة والسلام بكن نيزيكي خداي خببن فديا مع عائشة جوارا قوتية كان خلقه القرآن بيخنبره وعليه الصلاة والسلام أخلاقي وينا تام قرآنك يلسروي عرديد مشي فأصحابي بيخنبر عليه الصلاة والسلام أو هرسي جينجي قوهاتنا مالا بيخنبر عليه الصلاة والسلام سؤال ذكرن يعني وكأنه زحمتيك ديتن قو أفبارك قرانا أم نكرن وكا خمبر عليه الصلاة والسلام قرآنك ناطق بن سروي عردي فرابو هريك جوانا شخورة سوزن دانا شخورة بايمان دانا لغوري فهمي ولغوري هشي وينا قوي كارب خونيزيكي خداي خوبكي يكي جوانا قوتيا جفرو بيدا ازيرو جيا بقرم و ازنما روجة كيجي دفترم صحابي كي دي قوتيا ام بجا جفرو بيدا ازي شفو روجا لمي جابكم ازنما خودكم صحابي كي دي قوتيا ام بجا از نيزيكي جنا نابم از زواجي ناكم بيخنبري ما عليه الصلاة والسلام دمجو قهداريا وهرس صحابيا كريا جبري خدايا وانا وجوار آخي بيا وجوار دايا ديار كرن قو از نيزيكترن عبدي خدي تعالى بال خديما تبلويجي از مروفكي لميجا جيدكم و از درازم و از مروفكي روجي دقرم و از دفترم و اتزوج النساء و از بجنارا جيم زواج دكم و او كسي قو دوري سنتا مبي او كسي قو دوري من اجبر في يكي جيم چلو بيخنبر عليه الصلاة والسلام بري خدابو جينجا قطبو قلي جينجا او ايقو امكاني ويهنا او ايقو قدراتي ويهنا برا زواج بكي دعيني وقت دجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام بري خدابو بابي كتاجي جوارا قطبو اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض بري خدابو بابي كتا قطبو اگر جنجك خداني دين خداني اخلاق هات كتا وخوس دبي كتا خبدني دا اگر وندائي دا والتشتنا دي قران والپرا قران والمظنبوني قرا هنگاني فسادك يدكبين ابجواك دا شبر في يكي زواج سنتك بيخنبر عليه الصلاة والسلام سنتك حمو انبياء دعيني وقت دجي مهر يانجي قونجرد بيجن نخت قونجرد بيجن قلن فردك فرض شريعتي قو دين اسلامي دايخو يا كرنقو او نا هديك يعني دياريك لدياريك رنجك إجبارية قو جينج زلام خورت كرك بدي كشي وكي رمزك تعبيرية قو أفزلامي هانا ويب أركو واجباتي خرابي آيات قرآن بيروز بيجي وآت النساء صدقاتهن نحلة نحلة يعني هدية فأف هدية هانا دبي برنجك معقول بجبر بيك بيخنبر عليه الصلاة والسلام دقوت أعظم النكاح بركة أو زواجا قو بهترين بركة تيديا أيسروهن مهرا أواقو مهرا وينا هريس بك
پیغمبر علیه الصلاة والسلام یعنی چاوا گو روایت هاتی عمر کوری خطاب گوتیه خلکی گوتیه شیار بن مهرا بلند نکن قالنا زیده نکن گران نکن اگر دو دنیای ده باشیک با و اگر جم خودیجی قدرک و قیمتک با اولادترین کس گو مهرا هلدابا پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام گو مهر کچی وینا یعنی مهر جنی وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نزیده دوازده او قیم زیف بو دوازده او قیا گمروف دکاره یعنی تقدیر بکه مقدار ایرو گونیزی که 1200 غرام زیفه 1200 غرام زیف یعنی نیزی که 107 غرام 165 غرام زیر لی مخابن ایرو دی جواکی ده و نخاسم دی اروپا ده افقا یعنی کچه کردان و گنجی کردان همه نکارن زواج بکن نتیجه عادات و تقالید گو کتن جوات ده گو ویجه خلق دعوه یعنی کیلوین زیراده که یعنی مخابن تتچه جمه هن مالباطا دعوه حق مهربه گو کچک جوالات آنی اروپا یعنی جه زیده تر گو دی کبن حرامی که هیجی جه مستر گو دیر ویجه دعوده که دی ویجه که شیره گو مدایه وی کچه هانا یعنی دعوه حق شیره خود که مخابن عادات تقالید درباسی جواکا مدبن نه علاقت وی نب دین خود تعالی کتیه نه علاقت وی بقرآن پیروز کتیه نه علاقت وی بسنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام کتیه نه علاقت وی نه با اخلاق و کلتور و کردواریه مکتیه نه او چانده دی و باب میجی یعنی او رنگ گو ایرو مخابن درباسی جوات دبه د نرینا مده اگر ون بکورا یجی لی میزه بکن او نرینا مده د کبه بن آسته پاراستنا نتویده ایرو وقت گو یعنی گنج کردا آستنگیا ببینن گو نکار بن هرن کچه کردا بینن کچه کردا جی خورت کرد نیزیکی وینا نابن جبر گو نتیجه گو بار گرانا یک دعوان ده مهره کچا خودی که 10,000 یورو ایدی دعو برد حقی مهرب جی 7,000 یورو دیکی و حقی شیری دیدیا خوشی حقی شیر دایکا خوشی 5,000 یورو دیکی اما نیزی 22,000 یورو هی دعوت چینه کریه هی وردنه چوه هی ناتیه فابنا بارگرانی یک دکوی پشتان گیجا ده او گینجه وی کردا برای خود دن جه کیدی وی چخی گازنا نکن نبی والا و دوا کچه کردا هن الاروپا و کس کچه وانا ناخوازی کس کچه وانا ناخوازی نتیجه گو و بار گینجا گران کریه فراستیش سنتا پیخنبر علیه الصلاة والسلام و دنرینا مده دکوی بن پاراستنا نتویا کردا گو ون وان مهری هانا گلکی و انسفک بکن مقصد مهره دی شریعت ده رمزکی تعبیریه شحذکرنا گینج کچیره رمزکی تعبیریه گو زلام گینج خورد دی دیار کرن گو ازی وی کچه ها بپاریزم او کچه ها ناوی بکوی بن حمایتا مده ازی بارکو واجبات خوا رابم او اصل مهره دی دین خود تعالی ده او اصل مهره دی سنتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده اب اصل مهری د چاندا دی و باب مده لمخابن اواگو ایرو یعنی چید بد اروپا ده مطلقه ایشی و نب قرآن کتیا نب حدیث پیغمبر کتیا نب چاندا دی و باب مکتیا اب علاقت وی بکرین و فروتنک کتیا مخابن ایشی و نا نب چاندا دی و بابایا نب کلتورا میا نب دین خود تعالی کتیا اب نا کارکی کرین و فروتنیا از هیدارم یعنی گو اف دنگ بگهیم باوی کچا و بگه هر کس کیجی گو کاربن وی مسئله انا صافی بکن جبیر نکن گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دمی گو صحابی کاتیه دعوه زواجه کریه مهر پیره نبو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جره گوتیه التمس ولو خاتما من حدید دعوه گستی لکی نزیب کریه ندعوه گستی لکی زیر کریه دعوه گستی لکی جنحاسه کریه جهسنی کریه یعنی جه صحابی که دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوه زواجه کریه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دمی گو حالی وینادی تیه گمروفا کی فقیره لأو فقیرتی گرک نبی آستنگی مقابل گو افگین جه زواج بکه مادام گنجه کی باشه مادام اخلاقی وی اخلاقه کی چاکه مادام مروفه کی جهاتیه گرک فقیر بونا و اینا نبه آستنگ مقابلی وی زواجه هانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چوا گو روایت هاتید بی زواجهو بما معه من القرآن يعني أو چند آيات أو چند سورة كابه چندك دون سينة چارن يعني قرآن فيروز أجبر كريا قلت يويكا چها فيري وان چند آياتا بكا وأما مهراتا فأبا سنتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام
از هیویدارم گو او ام برنگ کلی میزه بکن چاو ام خدای خورازی بکن و چاو گو ام کاربن پاراستنا نتوید ناو مالبات خود بکن اونا ایرو گرکون برنگ کی خطر لی میزه بکن نخاسم ام مالبات گو ایرو در اروپا دنن ها اید ولاد دا برکی رنگ کش رنگات کاری بیجی ام اون دانا بن از او کچاخ و ندیم فلان کسوی بدیمن لید اروپا دا راستی اگر بنرینکی ببرنگ پاراستنکی نتوی لوی مسلاها میزه نکن ازن دکن بری مویل چاوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجی تکن فتنة فی الارض و فساد عریض و مصیبتکی گلکی مزن و بی میدانی دخواز لبورینت کمل و دریش کرد بیم پرسها دش برگو میذکر راستی گو اف پرسها گلکی تکرار دبیم و گلکی یعنی خلق لبی مسلاها پرسیار دکی جبر به یکیجی من جواجب خودیت مش ارکی خودیت گو از دوی مثلا ها دو ولو به کرتایی از بآخرم از بدما خویا کرن از بدما نیشان کرن یعنی برکی گو امجی کاربن آلی کاربن بجواکا خورا به ملتی خورا گو کاربن علاج کجوی مصیبت ها را ببینن انشاءالله از وگر بپرسی و فرسيارك سلام عليكم شيخنا ما هو قول الآية القرآنية الكريمة ألف لام ميم أو الله أزنزانم يعني سؤال وينا شم معنى يعني تفسير آياتها قرآنها بيروزة ألف لام ميم مخابن والله أز تفسير وينا نزانم وأغلب علماء جي كسيجوانا تفسير فيان حروف متقطع ناس نكريا جبرقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرا ندايا ديار كرن حمجي أغلب مفسره ما لدينا ديار كرن بالله الله أعلم جبرقو يعني حديث بينهاتنا بدي خويا كرن هناك علماءنا دي هنا رنجي حسابات رنجي رنجك دي الفام مثلا ميزادك نفنان منهجي من راستي فبالتالي كمعنا ألف لام ميم أز نزانم الله أعلم سلام عليكم شيخنا بدنا أسألك ما هي عقيدة الوهابيين قلتنا وهابي يعني نورمال نسبة جماعتك بال شيخ محمد بن عبد الوهاب يعني شيخ محمد بن عبد الوهاب قو أظن دكين بركي ننزي صدو بين جهد صد صالة وفات كريا بركي ننزي دي ويم تاريخي ببقو أشراش مم يعني مقصد زي نقل كي كفنا أوجي يعني قد كاري بيجي مؤسسة لقل مالا آل سعود دولة سعودية أو ولدة ففكري ومنهجي ويجي لقوري منهجي قجيرتي قوتن منهجي السلفية يا قو نورمال أم درسي عقيدة دا أم عقيدة وانجي شروفاتكن قو أجوارتي قوتن أهل الحديث أهل السنة والجماعة يعني مذاهب خويد ريا فقهي دا قو چارن إيرو إي ناسكري نزي داي چارانا بس إي ناسكري چارن قو مذهب شافعية مذهب حنبلية مذهب مالكية مذهب حنفية لد وار اعتقاد دا دوار بهورية دا مذهب أهل السنة والجماعة سي مدرسة خوهنا مذهب أشعرية مذهب ماتريدية ومذهب أهل الحديث قوتين أسكرم بمذهب حنابلة يان مذهب سلفية وإيرود مصطلحات مينودة وأمناب الواضكن أمد بمذهب وهابية يانجي عقيدة وهابية السلام عليكم شيخ أنا من أوروبا أوروبا ما إذا كان علي قروض البنك ولدي استطاعة للذهاب إلى الحج هل الذهاب للحج صحيح أم لا جزاكم الله خيرا أجر ديني بنجيل سرويبي وإمكاني ويجي هنا جو هري حاجي دكاري هري حاجي يا نابي جو من وقت جو أو إمكاني تشيبو حج ركنك فرضكش فرضن جو لسر مروف مسلمان واجبة وجيتي خستن وقت جو أو إمكان تشيبو قركت وينا بكي أو مثلا ديني جو جارنا دبي سبب نهر جارجي جارنا دبي سبب جو مروف نكاري سفري بكي أو ديني بريفاتن ديني شخصينا إي خلق كينا وقت جمروف دينداري بان خلكابي وموعدي وانا نيزيك بوا قرك مروف هري استئذاني إذني جوان كسابستيني حتى قو كاربي يعني هري حاجة يعني شيخ ما هل يجوز أن أصلي ركعتي الشفع والوتر بعد الصلاة العشاء مباشرة مقصده
مقصدة شفع وتر، يعني مقصدة ونا لميجا وترية لميجا وتر مذهب حنفي دا سيرك عتا وك لميجا مغربي بهفرة دكن مذهب مي شافعي دا درك عتا شفع دكن يعني ويكل حال يا إخوة وتر دكن بيجو من المروف دكاري بيشت الميجا عشاء مباشرة دكي لسنة بيخمبر عليه الصلاة والسلام أو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فأجر مروفك زانبي جواب إيفاري ورابش خورة تهجد بكي ويش خورا رابع قيام الليل بكي وصولا وأوى وان وترا خوانكي برا وترا وينا لميجا هري داويدا دشافيدا بي لأقر بزان بينا والله وي لميجا خوي عشاي بكي وي رازي حتى لميجا صبه هنگانيش خواجا هري باشا بيشت لميجا صبه مباشرة وي لميجا خوا وي شفع وترا خوا بكي إن شاء الله. كك آدم سلام عليكم شيخنا، إذا كان علي قروض شراء المنزل هل يجب علي أداء الزكاة وأنا أشتغل نظامي وأدفع كل شهر 1000 يورو ضريبة، هل تحسب زكاة أم لا؟ ناكك من أو ضريبة قدتي لا يحسب زكاة وقركتي زكاة مالي خودي تباش قبديش برقو نسب مختلف ومصاريف ومختلف، يعني مصاريف الزكاة جهي قو زكاة لتي صرف كرنش كيريا أو جودانا ونسبة ويجي جدايج نسبة ضريبة، ضريبة مالك مقطوعة دولة تدستين إشي وينا بزكاة مال خدي نينا. شف باش شيخنا سؤال، في مجتمعنا نعمل الأربعينية للميت هل مقبول أم لا؟ أم دجباكا خدا أم تشيروجيا مروفي مريتش دكن أفنا قبولة يا نا مطلقة نمقبولة وتشتكي وينا بدين إسلام نينا وأفنا عادتك وكلتورك درباس بوا جباكة إيشي وينا بدين إسلام نينا وأفنا دكذين من ضمن بيدعي وقو قرك مروف خوا دور بك أساسا، يعني أف تشيروجي راستي دين إسلامي دا نينا. شيخنا ما حكم العمل بالمال المختلط في أوروبا؟ شو معنى مال المختلطة؟ أسفهم ناكم حتى أقو أسكاربم برسفاوي بدم. كم كان شيخنا كرد حجي كم كان مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو إمام علي وقت جوهاتية ويدا خواز كريش بيخنبر عليه الصلاة والسلام جو قرك يعني وقت بيجي ضوطة خوشي كي جوهستنا بوكا خوابك فبيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتية شبترا هي مهر قوتية رسول خودي تشتك مرنينا بيخنبر جو ما كا أو درعيتا أو درعيقو يعني أو يقو سر سنغا خود دينين يعني يخبو بارسنا سنغاوينا فأفنا ببو مهرة ديامة فاطمة. عادل ما في حق ابن لأب، براستين من فهمنا كر سؤال يعني ما في حق ابن لأب، يعني سؤالات تشيه حق باب لسر كرة يعني حق كرة لسر بابا، فوالله من فهم نكر حتى قو أزبر سفا تبدم داخوازة لبورية كتكي عادل. محمد عبد الله سلام عليكم دكتور مرشد شيخ، سؤال لماذا جبوش الميجا نيبر وعسري جوان الميجا جو سرينا يعني آخفتن بناي دنجي خويك ناهل دي، لماذا لا يكون نفس الصلوات العشاء والفجر صلوات جهرية؟ ما سبب وشكرا شيخ العزيز. شما والله أزن زانم شما أم شما ولودكن جبرقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرة قوتية صلوا كما رأيتموني أصلي لميش بكن وقو ونمدبينين قو أسشاوى لميش بكن فد مسهل عبادات دا أم جرد بيجن أم متبعين أم نمبتدعين لقوري قو جمرة بيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتية لقوري بيخنبر عليه الصلاة والسلام كرية أم لقوري ويدكن سبب جمرة قوت جمرة نقوت جمرة أو برزقريك نينا صلوا كما رأيتموني وصلي ليه شما لميجي روجي بيدنجن لميجي ايفاري جهرينا برسباوي الجمنينة از نظام. سلام عليكم شيخنا، اذا المرأة اسقطت جنينها وعمره 2 شهر هل هذا قاتل؟ وهل يتوجب عليها صوم 2 شهر متتاليين وشمل رمضان معها؟ اگر بيركك حمل خدا خست وعمري وينا دهيبي به فداخست شو معنى داخستنيه
داخس تعمدا يان داكت بحمد اگر داكت بحمد شوات برز غريكا وينانينا وافنا ندستي ويدا يعني حتى قوتشتكي قو ام غازنكي بخنا سكرا ويدا ام لومكي بخنا سكرا ويدا لأجر ويتا عمود كربي افنا قتلة وافنا كفارتا ويهايا ويعني جيتي خوستن قهم روجيجي بقري يعني شهرين متتابعين وعلاقي بمها رمضان بيروز نينا رمضان بيروز ناكبي برده يعني ده هيفا واجر رمضان جهات ويبكبي ويبسي هيفا جبلي قو يعني يعني او مشير بيجن كورمانجي يعني حق خوينيجي قرك بدي ورستي في جنيني هنا قوزلامي ويا بابا شيخنا امدبينين قو هنا كس الميجا دكن و بيلاوي وانا دد بيه وادنا قالوا افنا تشيد بي يانا إذا كان يجوز نريد تفسير لهذا أجر وشيد بي تفسير أو يمد خوازن كاكي فخر الدين بيقو من مثلا مثلا قو تشيد بيان تشينا بيش خو أف سنة بيخمبر عليه الصلاة والسلام حديثة بيخمبر عليه الصلاة والسلام ليش مرد بيجد بيصلوا في نعالكم فإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم دي روايتك ديدة بيجي خالف اليهود والنصارى صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم بيخنبر عليه الصلاة والسلام حريص بقو شخصيته مروض المسلمان هويته ونا تايبتيك ويهبي سرخبونك ويهبي استقلاليك ويهبي جماعة دي جؤول دي قو أولا خريستيانايا أولا جهوايا أوي قو بري ويبون فبيخنبر عليه الصلاة والسلام سنته وي أوا قمروفت بيلافا دبكي بس يعني أما سلا قمروفت بيلافا دبكي وقت قئيرو مثلا مروف الشولكي بي مروف الجهكي بي أمنا قواري جامية أموكيت عجمي هاتنا داخستن وترابط بي والله في سنتا بي خنبرا وازيب فان بيلافا قو چاب چاباتا بالجعدي وتوري وان سروان سجادا أبنا بجا أبنا إشي بسنتي نكت يا أبنا إشي وينا بدين بوني كتير يعني فمسألة اختيقوا إطاري خوي نورمال دبي مزقفتا بيخمبر عليه الصلاة والسلام حمي كفربون حمي قومبو أو مسألة براتي دنبون فبيرن جيت هذا تعامل كرن إيروجي مروفك يقول تشولي بي مروفك يقول كار بي مروفك يقول شغل بي يعني حتى يقول جهك يقول مروف دكاري بكي ببيلاف يخص سنة بيخمبر عليه الصلاة والسلام لوقت قهات جامية ودجامية ده يعني اف سجاده هاي خوشك هاتنا راخستن وبيجي والله ايه من دبي السنة بيخنبر عليه الصلاة والسلام تطبيق بكم فابنا مي بدستي بي بقر ومهل دبي دلي دينن شيخي اگر يكسر تباخذي وتجوي تشتي بريئي حكمي في قوتني تشيه حكمي في قوتني نافي وينا بهتانة بيخنبر عليه الصلاة والسلام ناف ليكريه قوتيه بهتان بهتان قو از قوتنك السر تبيجم صفتك يبتذى بكم أو صفت تدنا بي مثلا أشترى بيجم تمروفك يضرويني وحاشات نضرويني وأز بيجم تاق مروفك يتدزي وتفعلا ندزي من أمجرد بيجم بزمان ما يكور مانجي أم ببختي أز رابم ببختي كبخمة سكرات دا فبيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتي أفنا بهتانا وحكم ويجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيد بيجم دي بيروجا قيامتي أفزلامي هانا لسر برا سيراتي دستيسك ناندن حتى يأتي بنفاذ ما قال ولا يأتي به يعني ويرسر برا سيراتي إيسك ناندن حتى إثبات بفيسي بيني لسر ويبي بختي أخوة وشخوني كاري بينيش برقو أساسي ويبي بختي بو فأبنا قناهكي قلكي مظنة السلام عليكم يا شيخ أنا قامشلي هل سحب المصباح فيه الصدق؟ والله أزداخوازة لبورينتكم مفهم نكر فتشتقوا أسفهم نكم أز نكارم برسفي بدم وأز نكارم حيلك الوبكم وأز خوبكم أبو العريف تشتقوا أسفهم نكم جي أزرابم جوابا بدم يعني فمفهم نكر سحب المصباح كشاندنا مصباحي شيا أز سلمنا درباس نبوة ودبيقو يعني درباسو ببنافة كيدي بمفهومة كيدي لأز ببيرنجي نكارم جواب بدم داخوازة لبورينتكم شيخ إذا جارك جوعان وإنت على طريق الحج هل يتقبل الحج مثلا حجيدة
مسلد مسلا گو بری گو تهری حجی چاوات درازای گو جیران تا برچیبو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بید بیجید بی ما آمن بی من بات شبعان و جاره الى جنبه جائع چیروک گره ندب مسلا حجی با دری حجی چاوا خوها تدهان چاوا رازان دکتا ناف جعب تده و هی جیران تا برچیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی بیجیم او کس ایمان بمن آنیا او ای گو خودک و جیرانی وینان رخويدا برسيا ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع سلام عليكم شيخي مات شاوي از المطعمك ايش دكم دا المانيا دو از شغل منجي گوشت خنزيرة يعني از گوشت خنزير چيدكم اف قالوا اف حلالة يعني حرامة مطلقة كي من حرامة وافناح يعني نمس لك حلالة سلام عليكم استاذي اقبل يدك دست تماج دكم اف قوتن جس قبول ناكم مش خورا اف قوتن جباتا خوجي راكن وزهي بدارم اف قوتن نونج مرا بيجن ونونج غيري مرا بيجن جبرقو اف قوتنا از دست تماج دكم مروفك يجيكي ختيار رد بيجي ونج ديو بابي خورت بيجن از هي جنج ما وحمك اف شكترم از بي قوتن يسر قبول ناكم دعيني وقت دجي اف قوتن جواكي درازيني هيدي هيدي از تيما شعبي تبراي عزيز يعني از انا متب برنجي حرمته بادبي بي قوتني نيبي صانديا لي واجبي منجي قو از آلي كاربم قو از تشتي قو از بخوازم جواتي يعني شيار بكم قلك از بين مزمان ما شكرنا دستارا مروف يعني جي مروفكي بعمر مروفكي مالباطا خورا مروف بدكي اما نجهر كسيرا بي قوتناها بيجي واز قنج از قنج مهيست ختيار نبوما تمام هل مهر العروس مش مع ممنوع كأنك تبيع بنتك يعني دبيجي مهرة كشي ما نقرك نبي وقوت كشا خود فروشي كي من برسفا ونادايا مقود دين إسلامي دا مهرة كشي تشتكي رمزية تشتكي اعتبارية قو يعني زلام جينش خورت هستي خود دي ديار كرن قو أز في كشا هادو خوازم ازيب اركو واجبات في مالي رابم اف كچاها نازي بباريزم اف اياقو شريعتا خوديو بيخنبر دابو اف اجياقو كولتور وچاندا ديو باوه مبو لي افاقو يعني جوات دا چيد بي افاقو يعني بكيلوا زرايا وبقرداني وقايش وچارك زير افنا يا كرينو فروتنية خبراتي كاك عزدين شيخ صلاة الضحى كم ركعة صلاة الضحى دس بيدكيد جدرك عطا وباني دا دو چار شاش هشت دس بيدكي سؤال تشن از نماد بينم شيخنا الفاضل ما هو الجواب المناسب للأشخاص الذين يسألوننا لماذا درباس ولماذا لحم الخنزير لحم الخنزير لكي نرد عليهم بالبينة لماذا لحم الخنزير چه يعني چه برسبة مناسبة جوان كسن جوجم سؤال ذكن چما مسلمان لحم الخنزير هاك چما ناخن يعني والله براز نزانم يعني از بي قوتني از مروفكي امينم هر يكي جوا قو اسبابا ناس بكي كرمكن جمرا بيجن خود تعالى دو قرآن خوي بيروز دا بيخنبري ما محمد عليه الصلاة والسلام دا حديث خوي مبارك دا يعني جمرة دانا خويا كرنجو قوشت براز المحرامة إنما الخمر والميسر والحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أفنا حمل سرمهاتية حرام كرن نآيتك قرآن بيروز هيا نحديثك بيخنبر عليه الصلاة والسلام هيا جمرة بدي خويا كرن كما مادام خودي نغوتيه چما مادام پیغمبر عليه الصلاه والسلام نغوتيه چما ام وك مسلمان سمعنا واطعنا وكيدي تش سبب اجرت بيني ببينا لمروك امين ب نبي مسلمان تجبر في حرام كي بازبد بيني يعني مقصده من گوتا گوتا وی جامیری اوی گوشت سوال دکی چما گوشت براس حراما اگر تجر گوت بی والا و گوجاری ما حست والا گوشت براس بنا مستی چیت کی بی از د بیجم نبی خودی گوت
نبي پیغمبر گوت نخ خسکرا خودی او پیغمبر ده نخ خسکرا اسلام ده جبر گو خودی او پیغمبر او اسلام ولو نگوت نه به از بیجم گوشت براز به ناموستی چت کی تد بیجی سر 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 چابا ها بیجه به والله گوشت براز جرسومک تی ده یا او جرسومه هانا چقا وند کلینن نای کوشتن به از بیجم نخ خسکرا خودی ده نخ خسکرا پیغمبر ده نخ خسکرا اسلام ده خودی او پیغمبر او اسلام جمر ندان دیار کرن او اوناش خوره بکنا قاعده قالك احكام اسلام يعني ها مثلا ام بيجم مثلا مشروبه مثلا عراقي خودي تعالى المحرام كر وجمر داخو يا كرن شمال وحرام دكم مثلا گوشت براز وهناك تشتي وكي وهنا دين اسلامي امر ما بتشتكي كريا يعني منع ما بتشتكي كريا وجمر نقوجي شما فوقت جوجمر نقوت يتشما نحو جي وانتشتا بخنا سكرا اسلامي دا ها تتخوازي جوي كركي خوي بشوكرا تقوتنا كي بيجي تتخوازي وي قانع بكي بس شيار ببخ سكرا خودا نخ سكرا ديني خودي تعالى دا ف قرآن بيروس حديث بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرا ندانا ديار كرن چما گوشت براز حراما زراعة الشعر حلال أم حرام؟ شاندنا بوري حلال كي من تبز غريك نينة فريتا هبن هذا تركي أوتيل جي بلاشا وزنت كم مرافق جي بركي بطيارش تردش لبقرقو أز مروفكي أصلع عم أو ركلام جمرة تاني يعني فافا شرى هناك ركلامي بكم يعني شما لماذا لا نأكل لحم الخنزير أم ناخن جبرقو أم مسلمان مروفكي قو بيجي أز مسلمان نكاري قوشت براس بخويني جبرقو خودي و بيخنبر حرام كرنا ومنع ما كرنا قوتنا أم قوشت براس بخون مروفكي قونا مسلمان بي عفيت بجيرا وبربخو حتى صبي تبرز غريكا مبويرا نينا مثلا نبويرا أم بحسام خودكن أم كسم بهورمن مروفكي قو بيجي أز مسلمان لقوري شريعتا خودي و بيخنبر حقي وينان نينا گو گوشت براز بخوش برگو لیهاتی حرام کرن. كك جمعة شيخ ممكن نعرف شي عن جوهرة التوحيد كك جمعة جوهرة التوحيد منظومك برنجي هالبستية ده علمي عقيدة ده وبتايبت مدرسة أشعرية ده مؤلفة وإمام لقانية فجوهرة التوحيد يعني منظومك علمي عقيدة لقوري مذهب أهل السنة والجماعة مدرسة أشعرية اشترت دي ديار كرن كورتاي يعني شيخ از چاوا دکارم تا پریوات لگلتا با اخوام دریا فیسبوک ده اون دکارم بشینن دا خواز علی بورین اتکم از تلفون زحمتا اون دکارم دریا فیسبوک ده بینی بسینن زی برسواوا بدم سربست حجاب بالبيت و بالسيارة نعلق و حرامشی بربجن یان نوشت گمروف المال دالقینه یان بسیاری و دالقینه حلاله یان حرامه حرامه ناوي والقوري حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام ناوي وينا تميمة يا بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيد بيجي من علق تميمة فلا أتم الله له كسي قون ذشتك دالقين بيخوي تعالى بيخنبر نفرالتك بيخوي تعالى إيشي ويس الراس نكي زلامك دخوازي خوندنا قرآن بكي لي نكاري قرآن بكي برا چبكي برا خفير بكي واغر نكاري بو خفير بكي عمر لي درباس بو برا القرآن بيروز قهدار بكي اگر عمري وينا مناسب بي كاري خفير بكي برا خفير بكي ابناتش تكي غلكي باشا سلام عليكم شراء البيت في ألمانيا عن طريق بنك وفايدة حلال يعني خكرينا خيني لدريا بنجيدا حلالا يان حراما بدهي درباجي ما برسفا فيدايا دي أظن دكم يعني هر خلقك خلقك نا أم برسفا في سؤالي جدا برينها به صالاجي هي وقت يقو القناة كرديك ومسر يوتيوب جيهايا بنافي زير وزيف من برنجك يباش أف مسلاها شروع بكريا كرتايا وينا موضوع خلافية مذهبك دبيجي حرامة جبرقو أفنا ربايا مذهبك جديد بيجي حلالة جبرقو أفنا نريبايا أفنا تناوي التمويلة مذهب سسية قد بيجيتا للضرورة جائز أجر نضرورة بي نجائزة وتبكي فاخوي كاك شبان والله من برسفاتا دا يعني چاندنا بوري حلالة حلالة هرش خورا بكا
مصطفى شيخنا، هل يجوز قراءة القرآن على القبور؟ خندنا قرآن بيروز السر تربا نورمال تشي نابي ويك عالم مي معتبرج إذن ندايا إلا برنجي دعاء، يعني مروف بخويني وبشتي خندنا أخوي يك دعابك بيجي يا ربي خيرا في خندنا قرآن هنا بجهني فلانكس ها أبنا بو دعاء خدي قبول دكي خدي قبول ناكي أو بو مسلك دي. كاك محمد علي لحم الخنزير كله جراثيم سر سرا سر شعبا، يعني دي بيجي كاك محمد دي بيقوش دي براس حم جراثيم سر سرا سر شعبا كاك محمد أبناء تدي بيجي لي صبا ايرو اوروبي جهازك يشيكن قوش دي براس بخني ده وهندروي وي جهازي ده دي درجه كي ده كابي تشقاس تعقيم او وي قوش دي بيكرن قو جرسومك جيتي ده نميني نورمال قرخت بخو امام ناخن امام ناخن جبر قو خده قوتيا على قوي بجرسوما نكتيا مسألة قريدايا ام جلد بيجن امرك تعبدية امرك تعبدي خده تعالى السبب وينا ندا يا خويا كرن، يعني حتى قو ايرو جهازك دركبي وان جرسوما قوشت براز راكيجي ديسا او قوشت هنا المحرام دبي. از المطعم كي ايش دكم حم جوشت برازا، از كل المطاعم في اوروبا يوجد فيه خنزير حرامك كيما والله في تواي الجمنينه. أني أجرى سؤال أدني بسين أز فهمناكم، يعني هل هناك حق في أولاد لبنت كما هو حق لأهل زوج لبنت، وماذا يعني لك أولاد لبنت؟ والله ميقوى فهمناكر يعني فاز داخوازا لبورينيدكم شيخنا، هل تجوز الصدقة على الأهل فقط؟ وشو سؤال أزنا ما زاني سؤال تشيبو. الكل بيقولوا أنه الصدقة لا تجوز على الأهل فقط، بيقو مان صدقة لدي وباب ولكر وكتا ناكبي، يعني دي وباف وكر وكاتش تم ملزمي تم مجبوري فان كساي زيدي باف ودي وزيدي كر وكاتش لطرفيتا خشكاتا برايتا كرآميتا بسماميتا زابايتا حمي صدقة الوادشي ووقت يقو محتاج وفقير بن صدقة وانا بدبلي ويا شبرقو حديث بيت بيجي الأقربون أولى بالمعروف، مقصدها ما وقت يقو أم بالأهل تناشي مقصد جي أوى الأب والأم وأم بعربي جرد بيجن وما على، يعني بباني دهرة قو بيركا قو كالكا والابن والبنت وما نزل كر وكتش ونبي وبخار ده كفا أبزي صدقة وزكاة لوانا ناكفن جبرقو أفت مجبوري واي أما التحيلة برايتا خشكاتا قاميتا خالتا بسمامتا أف حم وقت يقو محتاج من أفنا يعني خيرك يعني مصطلح برقو الأقربون أولى بالمعروف. السلام عليكم شيخ، الكتب السماوية التوراة والزبور والإنجيل هل نزلت مكتوبة أم كتبه بشر بعد الوحي؟ والله از نزان محمك يعني قرآن بيروز بشرا نيبساند حياته في خمبر عليه الصلاة والسلام هاتيا نيبساندن توراة داكت يب الواحدة شبه لقوا آياتها قرآن بيروز بيجد وألقى الألواح، يعني حضرت موسى ج وقت قو ألواح تسليمي وخكرنا وهات جفاتا بني إسرائيل ألواح وي بيربون، أما إنجيل وزبور والله معلومة منينة يعني فداخوازا ليبورين يتكم يا قو أزانب مشتركوت. هل يجوز صلاة الجمعة في العمل مع الطلاب الصغار مع العلم أنه قرية، والسؤال شو مع العلم أنه قرية ولا يوجد هناك جامع؟ إن شاء الله شيء يعني بس يا راس أو جو ون بهنك هل جندرة بكن باعتبار يعني الميج فرزة واجبة لسركسن جو بالغ بن عاقل بن لسر زاروكا يعني إنه واجبة أساسا. هل لك حق في أولاد البنت وماذا يعنوا لك؟ ككسر بس والله فهمناكم يعني حقيقة زاروك كتشي دهيا وتششترنا زاروك كتشا من يعني دعابك قو خوي تعالى كتشا كي بدا من از كتشا منين لأقر زاروك كتشا من النفية من يعني فاس فهمناكم سؤالي راستي از استوعابناكم قاعدة ما شرعي بيد بيجي الحكم على الشيء
فرع عن تصوره حتاقو أس حكمك بدمتا دبي أز مسألة فين بكم فوالله أز مسألة فين ناكم حقي تزاروك كتش عتدها ياوس كالكي واما أو نفيه منن كذبك منه أو جي بارتشكش منه بضعة من في خنبر عليه الصلاة والسلام فاطمة كتشاوي يزاروك فاطمة حسن وحسين في خنبر عليه الصلاة والسلام دبيجي أنت بضع مني وأنا بضع منك تبارتشكش مني وأس بارتشكش تما في خنبر عليه الصلاة والسلام دبيجي أحب الله من أحب حسينا يعني فنظام كان مقصده سؤالاته بشرنجيتي يعني فأسفهمناكم مسأليكو ماذا يعني لك اشتراتشنا جمرا نفيه منن جمرا كذبا منن جمرا بارتشك جمنن يعني ودمر دعابك نقول خوي تعالى كتشك يجيب دم يعني شيخنا هل يجوز عمل المولود على الشخص الميت ناكا كيم والله أبنانا شريعتها خوديها في شريعتها جباكية شيخ مرشد لا يجوز شرح وتحليل العقائد الآخرين من واقع القرآن شيخ لا يجوز شرح وتحليل العقائد الأخرى من واقع القرآن مفهم نكر والله ده يعني قمروف استوعاب نكي زحمته يعني شيخنا الفاضل أنت بتقول شغل في لحم الخنزير حرام لكن شو بدنا نشتغل في أوروبا يعني واو بابو ما أوروبا يعني حمبو قوشت يا براز يعني يعني صد شغلها يا خلق دي إنشاءات هذا إيش دكي خلق شفيرت يا تاكسي دكي خلق شفيرت يا باصا دكي خلق دي معملة هذا إيش دكي خلق دي معملة ماصية هذا إيش دكي خلق دي معملة غازية هذا الغازية هذا إيش دكي خلق دي معملة صابون هذا إيش دكي خلق دي معملة سيارة هذا إيش دكي يعني شو أشي بوما تا أوروبا حمة يعني تأم كرت ببكرة بنتم آينة أوروبا حمش بام جوشت براز ده بشغلن يعني ما شو أشي بو جوشت براز بركي لجزء كي يعني جلك بسيطة مقابل مهن وشغلة جويرو لميدان يعني فنبوي رنجين النظرة سوداوي المسألة ما يزبك يعني أصدبيجم يعني ما قرك أم دارن سلام عليكم شيخنا ما حكم واحد يغير اسمه من اسم نبي إلى اسم كردي حكم وينينة يعني نابا الله معه يعني نابي منا محمد بو نابي خكرا سربست نبي وينا موسى بو نبي خوكرا كاوا نبي وينا عيسى بو نبي خوكرا سيامان شو مشكلة يعني ت إنسان أو حريته ويا وشتك برا بك يعني يا مهم دنا بادا جو نافكي نحرام بي يعني نافكي خراب بي يعني نافكي مثلا أم نافكي بيخنبر عليها جو موسى يا عيسى يا محمد طه يا إبراهيم ورابي ولا نافي خو بقوا هري نافكي خراب هالوش أخي أمي غاز ناجي بك ما بيجي تكارك يخراب كر لي ما دام نافكي خوش خرا عجبان ديا وأو نافيها نتصادم هناك بعقيدة تبرز غريكا ما بي إنسان هارنينا كك آلان سؤال ديك دبيت يروك حضرت عيسى وولادته وينا قالوا وقت قرآن بيروز ده يعني وقت إنجيل مسيحية ده جبر قلت يروك جهفدو جودانا يعني كك علوان نزان تجس ديت ما يعني ما هذا مروفكي مسلمان مروفكي شيخم مطلقة بهورية ام ده قلت قرآن ده يعني راسته سؤال غريب يعني جارنا والله يقولوا سؤالي و يعني يقدم من عجمي يعني حدا حكى لك شيء انه ازم تركه اسلامي كليه يعني تشن بيسنا يعني سؤال غريبتي يعني مطلق الجوري بهوريا من أواجد قرآن بيروز دهاتية يا هري راستا وجي راستر نينا إنجيلا ناف مسيحية دبي توراة ناف جهوة دبي علم بأي مسألة باشقة بعكس يا قرآن بيجي بهوريا يا قرآن هري راستا ككمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قرآن كلام خدي يعني بهوريا منا يعني فسؤال غريبة يعني زحمته نزلم خوي تعالى معين بإن شاء الله شيخ هل يجوز الحج بدل الأب أب والأم في حال قدي وبابته يعني وفاة قريبا ينجي في حال قدي وبابته تحكم وفاته دبن يعني عاجزا درجة كيج عجزي قو نكاربن ويش أخي حقي تهيا قو تهرج بدلها وافع حجي بكي بس شرطي وقو قو تحجا خو كربي يعني اويجو هري حجا بدل بكي دبي اساسا وي حجا فرض لسرخو ساقط كربي اما قول سرخو ساقط نكربي تشاوي هري ديني خلقي بدي او هونا يعني دين دار يعني فافنا نتجه خديه
مروفك يقو وفات دي وبابي بنا وفات كربن يان دي وبابي بنا حكم وفاتي دنج آلية عجزيبا دكاري هري إش بدلا وابا حجيبك دكاري يكي ديش بدلا خوابا وابا بشيني بشرط اوه قو هري حجيبك چه او بي چه غيري وي بي قو او انساني هانا يعني حج سرخ وساقط كربن. السلام عليكم شيخنا العزيز، إذا أنا أخذت مبلغ من مال بالليرة السورية في عام 2012 دينا من صديق لي وبعدها فقدت الاتصال به ولا أعرف أين هو، حي أم ميت؟ كيف يمكنني دفع دين عني حيث أنني لا أعرف طريقا إليه، وأن أدفع قيمة المبلغ باليورو قبل 10 سنين أم بسعر اليورو واليوم، وجزاك الله خيرا. كاكي من يعني اتصالاتا بيرا قطبوا لي ببرسا سؤال بك يعني كإنسان الكودريا أبيقو تأف براج يستاندنا يعني يعني مطلقة ناس كرنا كتا بير هيا تنيكي الجعدة بيدا بكري حتى قو تواصل بويرة وبعائلة ويرة بقندي ويرة بخلقي ويرة قو بي ومذاكرين يعني أم كوري جباتانا أم كوري مجتمعكينا يعني تكليام بترى قطبوا بيس كارم بقندي ترى تناص بكم يعني فهر يكجمع كاري تواصل بك يعني بركي تلفونا مرشد ترانينا بس تكاري أي إنسان خم بجهن مرشد يعني فبيجم أو مسألة قون بأمجب قطبونا بيجم بركي يعني نتجه خدا بي ينجي حكم سفري بحكم ونهاتنا أوروبا دبيجو أو ناراس بي لوند كارن يعني قلت سؤال بكم تكاري بجهي في جامري هنا وأف مسألة يعني فرقة برا يعني راستي جهة خلافية نرينا مدى يعني هري راست أو جمروف دوان مسألة ده صلحي بك يعني جبرجو ده مسألة شرعية ده يعني أفنا جهة خلافية كاجلو والجوري بري كافن شيء وقت جو برا بقيمة بون وجو إيرو أو بري جو الجمت حمى بركينا بين جورو دكني يعني فأف جهة خلافية أف مسألة هنا إيه مدوان مسألة ده رأي أخوات بينم جو جرك أم دوان مسألة ده يعني مروف صلحك بك يعني بجهة حلك وسط جو مروف دكاربي هر دو طرفا راضي بك ما دام بازار نينا وقت جو بازار هبش خو مسألة كي محسومة ومسألة قضايا. السلام عليكم شيخ، أنا بشتغل بالبحر كل سنة، هل يجوز الصيام مع الدخول في البحر مع العلم إنه يفوت الماء إلى أنفي وقمنا لما نأخذ الهواء تحت البحر؟ يعني درباس كرنا آفي مشكلة يعني تكرروا جي بقري لي وقت يقو آف درباس بمخرجك يبهب المخرجك راستي مدخلك طبيعية قو دريا خوارني ده فهو شاخي تدفطري يعني تي قد كاربي خو بحميني خو بباريزي نفسات البرنجة كيديبي أو نا يانجي مثلا قد بحريدة كاريب مثلا تكاري ما أعمالي شاق ده مروف دكاري يعني تأجيل بكي. ألم يجعل سيدنا نبينا أحدا يقبل يده؟ قلت أيضا أنني سأقبل يدك من أجلك. خدش ترازيب إن شاء الله خد تعالى عمري تدريج بك أو رواية هيقو حسان بن ثابت يعني فخوي تعالى اشترازيبه إن شاء الله خوي تعالى توفيقاته ويا ما وحمد وصل وهضالة جيب بدي إن شاء الله. إذا علقت حجاب بيدي حلال أو حرام؟ مبرسف دايا حرامة يعني فونشاوش خور مناسب دبينن لقوري من حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحة دبيجي من علق تميمة فلا أتم الله له. تميمة يعني نفشتك بربجنك مروف تشيدك بخوفتك يجبو خاطري تشتك مرادك وي حاصل ببي يعني فبيخنبر عليه الصلاة والسلام نفر الخلق يدك بأفكاسي يقول في كاريها بك يعني اللي بيخود تعالى إيشي وي سراسنك فجباك مدى مخابن أف مسليها هنا يعني خلق تشاوى بوخة مناسب دبيني يعني أو نا حقيوية يعني أما حقيوانين بخنا سكراء إسلامي ده حقيوانين بخنا سكراء بيخنبر عليه الصلاة والسلام نخاسم قو بيشتي قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام يعني قوتيا لا أتم الله له. أظن دكم بفيرنجي أم قهانا داوية يعني تشتي قو مكاريب قو أم برسف بدن ساعتا ما قدا دا خوازا ليبورين يدكم بيقو دوستو هفال هبن مكني كاريب برسف واناجي بدن أزي هيدي هيدي جيلوان ترسا فقرم أو يقوم برسف نزي كاريب
ان شاء الله از برسف بدم خود تعالى اج ورازي ان شاء الله خود تعالى توفيق وبدي خود تعالى وبباريزي جحمو مصيبات جحمنا خوشيا جحم قضاء وبلا خود تعالى توفيق وبدي دريا قمروف كاربي خو بباريزي هم دي ديني خدا هم دي چاند وكولتورا خدا خود تعالى آلي كاريا ما بين خاصم افكاسي ميقو دي اوروبا دنا واجبك يقلك مظن دي كبه سكرا وادد نرينا مدى حتى نها كارك مناسب ببوغان خلق مي اوروبا نهات يكرن نجبو خاطر پاراستناوي اولي نجبو خاطر پاراستناوي كردواري مخابن ابهردو جانبي هانا جالية جواكا كردي قئيرو پنابربونا هاتنا اوروبا مخابن يعني دنرينا مدل قوري قوات شوبينم يعني ابهردو وندانا ابهردو مرينا وابناء اظندكم يعني حكر اجالية ديني و اجالية اولي و بچكي بازدم جالية نتوي و جالية پاراستنا نتوي و افنا خطركي قلكي مزنا لسر زاروكي و لسر مالباطي و قو يعني ايرو يعني تين حلاندن ديفان كولتور و چاندا قو ايرو تيدا جيان بكن ام ندجي كولتوري خلقينا ام ندجي چاندا خلقينا لين از نلقى الويمة و غرك ونجي نلقى الويبن و پاراستنا مينة تويجي نلقى الويا قو والله ام اي خلقي قبول بكن و ام يا خجي ونضا بكن مروفي زيرك اوا مروفي مير اوا مروفي بعاقله اوا او ايقو كاربي موازنه بكيدنا بينا چاندا خودا دین خدا و نابینا چاند و کلتورا گو حاتی ناو ده جیان ده که مروف بعقل اوا اما مروف که گویا خوا وم باکر یب یک جاری افنا ناوی وینا حلان دیا و مروف که گو بیا خوا تنی جی گرتیا و یا جواکا وینا گو لی ده هی و جنینا اف مروف که برچعوی وینا طاریا اف مروف که ماسکا کلسر چعوی وینا هیا خوشک برخوا نابینه یا راست اوا گو مروف کاربه موازنه که چه بکه يعني بالانسا كي كارب مروف چيكي دنا بينا اولا خدا دنا بينا چاندو كولتورا خوي كردواري دا و دنا بينا چاندو كولتورا گوئيرو لوي والاتي گوته دا جيان دا كي بنرينا مدا حتى في دقي يعني امن نزيكي افا بازا شازا صالي من اوروبا دا چيبونا مخابن حتى نها منبهيستيا گو نسازيك نمؤسسك نحزبك نبارتيك نجماعتك نجاميك جبو خاطري غازن جهه خود به و راست به يعني نه شيخك نه ملاك نه هلبستوانك نه هنرمندك نه سياسه مدارك حتى انها يعني غاوك يقولوا نداني نجبو خاطر جواكا خوي كرد گو كاربن پاراستنا وي بكن كاربن صبا ونبانبن يعني مخابن ابنا حتى انها استشتك يقولوا نابينم از هيدارم يعني اگر ايرو ام ساقتن اگر ايرو ام دس شكستينا بكي ماني وا ام دبيجن هيفي دارم گو اف گوتن بگهي هن دوستو حوالنا اف آخفتناها بگهي هشي هن کسن گوشم جهاتي تربن هن کسن گوشم زيرك تربن يعني دبي گو ما نكاري بو يعني ام بوه زيركتية بكن دبي گو عوائقنا مهبون هيفي دارم گو اف گوتناهانا بگهي هن کسن دي گوشم كاربن بهتر گاونا بدن چاوا پیخنبر عليه الصلاة والسلام دبيجي رب مبلغن أو عام سامع فهي بدار مش خداي مظن قو خير وبركتي بخي عمري ودا إن شاء الله خلي تعالى زاروكي وجورة بباريزي هم جناخوشية هم مصيبتا وهم خلي تعالى حفظ وابك ديني وادا مصيبتك يقلك مظن دمي قو أم ديني خوا وأم كردوارية خوا ونضا بكن أزبنا اعتبار دكم مروفكي نقود كذا مرحلة مينوس دا أفنا قلكي بمينوس جداد كذا يعني وأفنا مروفكي خوا ونضا كري أفنا مروفكي نمروفكي درستة نمروفكي طبيعية دنارينا مدى حتى أو جباكا قوتيدا جيان جيتيدتكي بشعبكي خراب لي ميزدكن وقت قمروف خوايا تمامي ونضا بكي فخذي تعالى زاروكي وجوارة بهيلي إن شاء الله خلي تعالى عمري وانا دريشكي سر صلاح وتقواي وباقجية وكردوارية إن شاء الله خلي تعالى زاروكي وجوارة بكي قرة عين خلي تعالى وبوشمان نكي لسر في پنابرية قوون كاتني ده أغلب ملتي مئيرو بتايبت آخفتنا من جئي كسي وكامري يعني هر يكي
جئيشا خد آخذي هر يكي جي معاناتا خد آخذي يعني فيكي قول ولات برا قاز نجمة ناكي يعني وقت يقو أم في في تشتهر تم دوبارة دكن أم تين نظمان أم دنجي خوبي دهلدين أم دنجي خوبي دادخن أم دكنا حديثي خوي بيستو چار ساعتي جبر قراصتي أفنا يعني قراك دردك بي أم بيستو چار ساعتي أم لسر مشغول ببن يعني أزقالك جراجي في نقطة تين مظمان ودخوازة لبورين يتكمل ودريش كرجي يعني أدبي يكي وكمن مثلا شخورة باز دا من نفسه أخو خلاص كر جريجي ما بعسيج حكم ظلمة أسد يعني من نفسه أخو خلاص كر يعني ج أحمقية ج دينبونية ج تردينية دمي في جاقو من نفسه أخو خلاص كر أزورم أزباغي بينج زاروكا ما أز بينج زاروكا دي جعدو كولاني أوروبا يدز ومضى بكن يعني أبنا دي ميزاني ربح وخسارته دا مطلقة قرك مروف بزان بيقو تخاسر بوي تشكستي تدوي بازارا خودا دوي تجارتا خودا تمروفا كشكستي تبسر نكتي فمروف قالك هرتم قبل برد شعبي ويبي يعني أفزاروك ما أون إيغو داويدا يعني برا أجورا ولو فاكري جي بيجم زاروك وا أون إيغو دهيليغو ون بروس بي هرنا حزورا خودي تعالى وزاروك وا أون قنجي وخزمتا قوش كردستان ربكن يعني إيرو بركي أغلب ما أم جنفكتنا يعني أم نما بكيري تشتكيتين نأمج ديني خوردكن ونأمج ولاتي خوردكن زاروكي ما أو إن إيغو روجا قيامتي ما ببن حزورا خود تعالى بروكي سبي شاو آيات قرآن بيروز بيجي يا أيها الذين آمنوا قلي كاسم بهورمن بل يا خدا قو أنفسكم وأهليكم نارا خوا وزاروكي خوا بباريزنج آقر جهنمي وزاروكي مجد عيني وقت دا أو إن إيغو صبا قرق ببن آلي كار جي كردستان را جي ولات را أواغو موتماني كاريبو أمبكن يعني قرق أبهردو دبر شعبي مدبن قلك أظهر دوج ميجي وومبانا بن حتاقو يعني أم بقنا روجك سر فرازي دحزورا خود تعالى دا وأم بقنا روجك سر خبوني دجي دولاتي خودجي إن شاء الله اللهم آمين خود تعالى حفظه وبك إن شاء الله أم ذيرنجي قهانا داوية يعني جواتا خوي إيرو شخو حتى چارشنبة كدي ودرس مي عقيدة بن لي حتى شميكي دي دأمانتي خودي دبن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.